لعبت أدوارا مميزة خلال مشوارها الفني وتمكنت من حصد شعبية واسعة على صعيد الدراما السورية لما تبديه من قدرات ومواهب عالية. ولعل شخصية إمرضة الحر التي جسدتها في مسلسل البيئة الشامية أهل الراي تبقى العامل الأبرز في ازدياد شهرتها الفنية. سمر سامي أيقونة الفن الحمصية. ولدت الفنانة سمر سامي في 5 مارس عام 1956 بمدينة حمص السورية، كما أنها تنتمي للديانة الإسلامية. واكبت سامي المعاناة منذ صغرها، ولا سيما أنها فقدت والدها وهي في المراحل الأولى من عمرها لتكمل حياتها وهي يتيمة. تعتبر الفنانة شخصية مثقفة بعقلياتها رغم أنها لم تكمل دراستها، ويعود ذلك إلى المرحلة الدراسية الابتدائية حيث تخلت عن التعليم منذ ذلك الحين عقب تعرضها للضرب والإهانة من قبل معلمتها. إلا أن سامي أصرت على تعلم الكتابة والقراءة بغض النظر عن المدرسة، فكان لها ذلك رغم الفقر الذي كانت تعيشه في منزل جدتها. ولعل اللفتة الأكثر أسفاً في حياة الفنانة هي أنها لا زالت عذراء ولم تتزوج إطلاقاً على الرغم من تقدمها في السن. وحول ذلك فقد روج البعض لشائعات زواجها السري، مستندين في ذلك إلى أن الفنانة دانا مارديني هي ابنتها لكثرة الشبه بينهما. إلا أن سامي رفضت ونفت بأكثر من مناسبة تلك الشائعات، معتبرة أن ذلك يصب في إطار النيل من سمعتها الطيبة. سمر سامي ومشوارها الفني. بعد أن تخلت سامي عن دراستها، اكتشفت والدتها التي تشرف على تربيتها مواهب وقدرات عالية في التمثيل لدى سمر سامي، فأخذت تشجعها على الخوض في المهنة. كانت أولى محطاتها الفنية من خلال الغناء، فقد غنت لأم كلثوم وفيروز في مدينة حلب وحصدت الكثير من الأصوات المؤيدة لها. في عام 1978 التحقت سامي بنقابة الفنانين السوريين، ومن ثم شاركت في تصوير أول مسلسل لها وهو أحلام منتصف الليل مع المخرج فردوس أتاسي. وقبيل انتهاء تصوير مشاهدها من هذا العمل الذي لعبت فيه دور الفتاة المراهقة، تقدم إليها المخرج هيثم حمدي بعرض خاص للمشاركة في عمل فني جديد، هو مسلسل المفسدون الذي تم عرضه على الشاشة المصرية وحصدت من خلاله شهرة واسعة. شاركت الفنانة في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي كانت تختارها بعناية بما يتناسب مع شخصيتها. من أبرز مشاركاتها التلفزيونية كلا من مسلسلات أهل الراي والغريب وهجرة القلوب إلى القلوب، إلى جانب مسلسلي حافة الهاوية وصدى الروح. شاركت سامي أيضا في مسلسلات حارة الياقوت وتخت شرقي. أما على صعيد السينما فقد سجلت الفنانة حضورا لها في فيلمي مطر أيلول إلى جانب فيلم أحلام منتصف الظهيرة. تمكنت سامي عام 2004 من حصد جائزة أودونيا كأفضل ممثلة من مسلسل أحلام كبيرة، وسبق ذلك حصولها على الجائزة الباريسية للغناء عام 1974.